يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجاب المؤذن إذا ثوب للصلاة كما يجاب في ألفاظ الأذان؟ والله الفقهاء يقولون إنه يقول صدقت وبررت، ولكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول لا، يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأما التثويب فيقول مثل ما يقول المؤذن عملا بالحديث، وهذا هو الصحيح. نعم، يقول الصلاة خير من النوم مثل ما يقوله المؤذن. نعم.